في التحليلية. بغداد تقطع العلاقات ما بينها وبين ستوكهولم بعد تكرار الإساءة إلى المصحف الشريف. لماذا تصر السويد على انتهاك المقدسات؟ لبنان يشق طريقاً في كفر شوبا وسط انكفاء إسرائيلي. كيف فرضت معادلات الردع نفسها مجدداً؟ جدل حول مهرجان قرطاج. ميزانية ضخمة لمحتوى هزيل. من يتحمل المسؤولية؟ وفي وثيقة اليوم، جهود أمريكية يائسة لإصلاح العلاقات مع جنوب أفريقيا. لماذا تبدو المهمة صعبة؟ وفي قضية اليوم، الاستخبارات البريطانية تدعو الروس إلى التجسس لصالحها. اصطياد العملاء من السرية إلى العلنية. نفاد للخيارات أم نهج جديد؟ التحليلية تأتيكم يومياً الساعة 5 مساءً بتوقيت القدس الشريف.